مش كل حاجة تسمعها تصدقها كمان. يعني الإشاعات اللي دايرة دي بإن الفلوس دي ملوثة حقيقية ولا مش حقيقية؟ أديك قلت إشاعات، دي بقى أكيد كدب. مش عارف ليه مش مصدقك يا حسناء. مش مهم، براحتك، بس أنا كمان بقى فيا اللي مكفيني ومش ناقصة. طيب بافتراض إن الفلوس دي ملوثة، إيه أسلم طريقة للتصرف فيها؟ معرفش. شفتي؟ طلعت زي حالاتي أهو، غرقانة في دائرة الشك الدام الملعون. كمال أنا مش قادرة أسمع شعراتك، مش قادرة أسمعها ومش عايزة أفهمها. تصدق أنا ساعات بحس من كل قلبي إن أنا أتمنى أرجع ليوم من أيام زمان وأخلص من الهم ده كله، الفلوس والثروة والعز. أنا حاسة إن أنا خايفة من خيالي، حاسة إن أنا طول الوقت عايشة وسط حرس. أي نعم العيشة زمان كانت على قد الإيد وبسيطة، بس كانت حلوة. الواحد كان باله مطمن وقلبه مرتاح. أنا حاسة إن أنا عايشة في كابوس، بنام واصحى في كابوس مش عارفة أصحى منه. صدقي أنت جبتيلي الحل يا حسناء. حل إيه يا كمال؟ لا ده أنا هنفذه الأول وبعدين أبقى أقول لك عليه. بعد إذنك. سلام عليكم. متشكر يا مي ان انت وافقتي تشوفيني. والله لولا اذنك ما كنتش جيت. عندك ايه تاني بقى عايز تقولهولي؟ لا انا لسه ما قلتش اولاني. بس هي قالت كتير بقى، والكلام كان بيدخل من هنا وبيخرج من هنا. حاسه اختك تايهه يا مي، لازم نعذرها ونقف جنبها. نعذرها ونطبطب عليها ونحضنها كمان، مش كده؟ طبعا ما انت قلبك هنين وما بتعرفش تقول لحد لا. والله العظيم انا اتخضيت زيك. انا فعلا اتخضيت وما كنتش عارف اتصرف ازاي. طب انت عارفه ان انا من ساعتها ما دخلتش الفيلا وما شفتهاش ولا مره؟ والله يعني مش هي اللي بعتك عشان تطيب خاطري بالكلمتين دول؟ والله العظيم ما حد بعتني، انا جاي لك بنفسي. انا لسه عايزك يا كمال. عايزني ازاي يعني؟ زي ما قلت لك اخر مره، انا لسه عندي كلامي. تعالي نتجوز ونربي ابننا وبنتنا مع بعض. تعرف اني نفسي اصدقك. لازم تصدقيني عشان الايام اللي جايه دي في حاجات كتيره وهتتغير، وفي موازين كتيره هتتقلب، وهتتاكدي بعد كده ان انا الحصان الكسبان. يعني انت شايف ان انا اظهر في الاعلام دلوقتي في الظروف دي صح؟ بصي في العموم انت مقصره في الدعايه لنفسك، وانت عارفه ان ده رايي من زمان، لكن اليومين دول بالذات الظهور الاعلامي مهم جدا، الهروب مش حل. تصدق انا بفكر جديا ان اعتزل. طب ما تدوري على سلع عربي بالمره وتتجوزيه. يا ريت. عندك واحد يا بنت الهبل وشغل التمانينات ده، انت نجمه غصب عن عين اي حد. النجوميه دي ربنا بيديها لعدد محدود جدا من الناس علشان يستغلوها لصالح الناس. بس انا كنت مثال وحش قوي للناس. عادي، كلنا بشر وبنغلط. اذا كنا بقى عايشين في مجتمع ما بيرحمش ولا ينسى زي اوروبا يعني والدول المتقدمه، يبقى ننفي. قصدك نكذب كدبه بيضة، ايه المشكله؟ ونسيب شغلنا بعد كده هو اللي يصلح صورتنا. بصي انت اللي مطلوب منك دلوقتي انك تطلعي ببرنامج جماهيري واحد وتعملي حوار صحفي في الجورنال من اللي هم الجرايد اللي بيقولوا عليها واسعه الانتشار، وانا هشوف لك شركه تمسك لك السوشيال ميديا، ايه رايك؟ مش واثقه فيا ولا ايه؟ يا اخي تنيل، وانا من النهارده اعرف اثق في حد غيرك؟ يا اخي تنيل، ايوه كده، اهو كده انا اقول لك الحمد لله على السلامه. وحشتيني.